نجاح إبداعية، حياة إبداعية. مع تحسن مستويات معيشة الناس بشكل أفضل، تتحسن نوعية حياتنا تدريجياً. في مواجهة تلوثات الهواء المختلفة والروائح الكريهة التي تأتي إلينا يوماً بعد يوم، وخاصة انتشار الفيروس على نطاق واسع، علينا أن نولي المزيد من الاهتمام لمشاكل الهواء. شركة شانزن كرياروما تك ليميتد متخصصة في تسويق الرائحة ومعالجة الهواء، حيث توفر آلات الرائحة ومبيد التعقيم البارد ULV والزيوت الأساسية وسائل المطهر وغيرها من المنتجات. تشمل مجالات التطبيق بشكل أساسي الفنادق والمتاجر وأماكن الترفيه ومخازن السيارات فوراس والمطارات والمحطات والمستشفيات والمدارس ومحطات التخلص من الحمامة. تغطي شانزن كرياروما التي تضم أويو ويف وكرياروما مساحة نباتية تبلغ 7000 متر مربع، وحصلت على أكثر من 30 براءة اختراع وحقوق ملكية فكرية. علاوة على ذلك، تمت مكافأة كرياروما كمؤسسة صينية ذات تقنية عالية. نحن مجهزون بأربع خطوط إنتاج وخطين تعبئة شبه أوتوماتيكية لضمان التسليم الكامل: فحص المواد الواردة، فحص المنتج النهائي، تقادم الماكينة بالكامل، وفحص منتج التعبئة لضمان خدمة المنتج عالية الجودة. لدينا فرق مراقبة الجودة المهنية، وجميع منتجاتنا يجب أن تمر عبر أربع عمليات فحص كاملة قبل التسليم. في الوقت نفسه أنشأت شركتنا مختبراً مستقلاً للزيوت الأساسية، ومختبراً لاختبار البحث والتطوير، ومختبراً للضوضاء، وسلسلة من مرافق البحث والتطوير لتزويد العملاء بخدمات مخصصة أكثر احترافاً وعالية الجودة. تدعم منتجاتنا التحكم عن بعد من التطبيقات على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بك، حيث يمكنك التحقق من البيانات والتحديثات في الوقت الفعلي. في الأماكن التي لا توجد بها اتصالات واي فاي، يمكنه الوصول إلى الإنترنت من خلال منصة 2G أو 4G مع بطاقات سيم وخالية من قيود الشبكة أو المسافة. أولاً، نحتاج إلى تنزيل تطبيق أروما لينك واستخدام البريد الإلكتروني لتسجيل حساب وإضافة أجهزة. بعد إضافة الأجهزة، ستتم مزامنتها تلقائياً مع السحابة وجهاز الكمبيوتر. يمكن للعميل الجديد تسجيل الدخول على جهاز الكمبيوتر باستخدام الحساب المسجل في التطبيق. بعد الدخول، يمكن للمستخدمين التحقق من المعلومات الأساسية ومعلومات المنتج الأساسية في رأس الصفحة. يمكن أن يدعم نظام الخلفية تبديل 5 لغات، بما في ذلك الصينية والإنجليزية والإسبانية والروسية والعربية. تحت عمدة الصفحة توجد إدارة المستخدم وإدارة المعدات والتقارير الإحصائية. في عمود إدارة المستخدم، يمكن للمستخدمين تحديد معلومات دور المستخدم وتعديلها ضمن الحساب. يحتوي شريط إدارة الجهاز على وظيفة مجموعة الأجهزة وقائمة الأجهزة. يمكن للمستخدمين التحكم في جميع الأجهزة عبر الإنترنت ضمن الحساب من خلال مجموعة الأجهزة. إلى جانب ذلك، يمكن للمستخدمين عرض جميع الأجهزة الموجودة في القائمة والتحكم فيها ضمن قائمة الأجهزة، بما في ذلك إعدادات الجهاز الأساسية ونوع الشبكة وحالة الاتصال بالإنترنت والزيت الأساسي المتبقي وحالة الخطأ وما إلى ذلك. يمكن حساب التقارير الإحصائية وإنشاؤها، تفاصيل التوزيع الإقليمي، تفاصيل برنامج العميل، وتفاصيل حالة المعدات الفردية، وتفاصيل بيع المعدات وما إلى ذلك، لتزويد المستخدمين بالتشاور حول إدارة تكلفة المشروع وتحليل السوق وقرارات التسويق. فيمكنك التحقق من توازن الزيت العطري وتقرير الأعطال في آب التطبيق والتحكم في خلفية الكمبيوتر الشخصي في نفس الوقت. عندما يكون الزيت الأساسي أقل من الحد الأدنى، سيكون هناك تذكير تحذير لإعلامك بحالة الماكينة دون الخروج للفحص. جوهر نظام يحل مشكلتين رئيسيتين في السوق. أولاً، يمكن للأجهزة تصفح الإنترنت بحرية دون الحاجة إلى شبكات خارجية. ثانياً، يمكن توفير الاستهلاك والهامش الدقيق لمستوى السائل بشكل فعال في الوقت الفعلي وبدقة عالية وبيانات موثوقة.
وكل ما سبق هو براءة اختراع للشركة. احتياجات العملاء هي القوة الدافعة لدينا والتوجيه. مع أكثر من 10 سنوات من البحث والتطوير المخصص، توفر كرياروما حلولاً أكثر مثالية لمعالجة الهواء. رائحة إبداعية، حياة إبداعية.